المرأة المصرية سيدة التاريخ ترزح تحت وطأة الذهنية الذكورية. مكاسب وإخفاقات، مصر تفتتح أول مدرسة للفتيات في الشرق الأوسط. تطورت الحياة في القرن التاسع عشر، فالطبقة الميسورة والوجهاء عملوا على استقدام المعلمات من الخارج لتدريس بناتهم. انتشرت بعض المدارس الخاصة كتلك التي أسسها الأقباط عام 1860، ومدرسة المولدات التي أسسها الوالي العثماني محمد علي واختصت بتخريج القابلات. عام 1873 افتتحت مدرسة السنية، كانت هي المدرسة الحكومية الأولى في الشرق الأوسط. الجمعية الخيرية وفي نفس العام أسست مدرسة اليقظة النسائية التي ضمت 200 طالبة داخلية و100 طالبة خارجية. انتشرت لكنها لم تؤثر، فعلى أهميتها لم تستطع المدارس تغيير حياة النساء. تجارة الرقيق ظلت موجودة حتى أوائل القرن العشرين، ولم تنتهي إلا عندما وقعت مصر في عام 1926 على اتفاقية إلغاء الرق والعبودية في جنيف. الطلاق التعسفي وتعدد الزوجات لم ينتهيا، وكذلك تعنيف النساء والأطفال. الضرب بالعصا وبالصوت كانا منتشرين، وبالطبع تزويج القاصرات. ألغي التعليم المجاني، فكان أن اقتصر على أبناء الأغنياء. انحصر تعليم الفتيات والنساء على الأشغال اليدوية كالخياطة والتطريز، حتى أن نسبة الأمية بين الإناث وصلت إلى 98%. الأديب المصري قاسم أمين كتب في تبعات حرمان المرأة من التعلم، وقال في كتابه المعنون بتحرير المرأة والصدر عام 1899: إن النساء على اختلاف طبقاتهن الاجتماعية تساوين بالجهل، تحولن إلى مستهلكات، وهو ما ساعد الرجل على سلب حقوقهن والتحكم بهن. من عام 1805 بدأ العصر الحديث في مصر، هذا إن صح القول بأنه حديث، خاصة بالنسبة لأوضاع النساء. الأنظمة العديدة التي سيطرت على الحكم اتفقت جميعها على إنكار المرأة واستعبادها من خلال فرض فكر معادي لها وقوانين ذكورية، فما بين حكم ديني وآخر علماني عانت المرأة بشكل كبير. استطاع دستور البلاد لعام 1923 حمل ثمار مشاركة المرأة في الحراك الجماهيري، إذ أنه نص على المساواة بين جميع المواطنين رجالاً ونساءً. في تلك السنوات تألفت أول هيئة خاصة بالنساء متمثلة بالاتحاد النسائي، أسسته هدى شعراوي في عام 1923. أولى الجمعيات النسائية كانت جمعية المرأة الجديدة التي تأسست عام 1919. هدى شعراوي رائدة الحركة النسوية في مصر، كان لها فضل كبير في تقدم الحركة النسوية المصرية، حملت على عاتقها قضية تحرير المرأة. الاتحاد النسائي برئاستها نشط بشكل كبير بعد تملص قادة الثورة الرجال من وعودهم فيما يخص حقوق المرأة. أمنت هدى شعراوي بحقوق المرأة، فكان أن فتحت مدارس للفتيات على نفقتها الخاصة، وأوفدت البعثات النسائية إلى جامعات أوروبا من الفتيات اللواتي تخرجن من مدرسة المولدات. حوربت هدى شعراوي من خلال الاتحاد النسائي الذي كانت تترأسه. الرافضون لحقوق المرأة وهم كثر اتخذوا في دعواهم ضد الاتحاد حجة أنه يدعو إلى السفور، خاصة بعد أن خلعت هدى شعراوي النقاب في عام 1921. كان من بين المعادين لحركة التحرر النسائية حركة الإخوان المسلمين التي كانت قد تأسست حديثاً.
واجهت الدفعة الأولى من الفتيات اللواتي تخرجن من الثانوية عام 1930 عراقيل عديدة، منعنا من الالتحاق بالجامعة التي افتتحت عام 1908 وكانت مخصصة للذكور. بعد معاناة استطاعت 13 فتاة الالتحاق بالتعليم الجامعي، ثم حوربن أيضاً بعد تخرجهن. الرجال الذين اعتادوا على رؤية المرأة في المنزل تغسل وتمسح وتعتني بالأطفال كان صعباً عليهم تقبلهن طبيبات ومحاميات. حملت الكثير من الحقوقيات النسويات راية هدى شعراوي، منهن الناشطة الحقوقية المعروفة نوال السعداوي وماجدة عدلي التي كانت شاهدة على حادثة الأربعاء الأسود المشؤومة في عام 2005. المرأة المصرية إبداع وتميز. استطاعت العديد من النساء العمل في مجالات مختلفة في القرن العشرين والواحد والعشرين، وبرزت بعض الأسماء منهن سميرة موسى أول عالمة ذرة مصرية. المخترعة رنا القليوبي قامت من خلال شركة أفكتيفا للتقنيات بعمل اختراع يجعل أجهزة الكمبيوتر تتعرف على الشعور الإنساني، وهي تعمل حالياً كمدير تنفيذي للشركة، كما وتعد من أبرز سيدات الأعمال في الشرق الأوسط. إيمان غنيم عالمة الجيولوجيا اكتشفت بحيرة كبيرة قديمة مدفونة تحت رمال الصحراء الكبيرة في منطقة شمال دارفور في السودان عام 2007. أما في الفن والأدب أبدعت النساء، شاركنا في السينما منذ تأسيسها عام 1927. الفن في مصر قديم قدم الحضارة، والمرأة جزء لا يتجزأ من تاريخ مصر الفني. قديماً النساء كن يشكلن فرقاً للغناء في المعابد ويستخدمن الآلات الموسيقية المتواجدة. شكلت النساء فرقة الراقصات المحترفات التي تجولت بين المدن والقرى. من أشهر المسرحيات كانت مسرحية الإلهة إيزيس، وهي تبحث عن أشلاء زوجها الإله أوزوريس. اندثرت الفنون بعد سيطرة الكنيسة على الحياة. أما في القرن العشرين وبعد استعادة الفن لأمجاده تألقت الفنانات في السينما وفي الغناء. ما تزال أسماء العديد منهن راسخة في أذهان أجيال اليوم وربما أجيال المستقبل أيضاً. أبدعت النساء في المسرح مع أنهن كن ممنوعات من التمثيل. منيرة المهدية فتحت الباب للنساء كي يقدمن أدواراً على المسرح منذ أن وقفت على خشبته عام 1915. عزيزة أمير هي صاحبة الفضل في إنتاج أول فيلم سينمائي، نجحت في إنجاز ما عجز عنه الرجال. وكذلك آسيا داغر التي لقبت بعميدة المنتجين. منذ منتصف القرن العشرين برزت أسماء لامعة في سماء السينما المصرية، أمثال نادية لطفي، شادية، فاتن حمامة، إلهام شاهين وأم كلثوم، القامة الفنية الأبرز في الغناء العربي والمصري. يا فؤادي لا تسل أين الهوى، غني لي شوي شوي غني لي وخد عيني والحنين يدلونا فيا الحبيب. مع ذلك فشلت السينما في تقديم قضايا المرأة. السينما التي تدار من قبل الذهنية الذكورية اعتمدت بشكل كبير على الصورة النمطية للمرأة، عملت على تشويه صورة المرأة الثائرة كما في فيلم ميراتي مدير عام الذي أنتج عام 1966، ولعبت الفنانة شادية دور البطولة فيه. أنا يهمني جداً أن التعاون اللي بيننا يكون تعاون تام. إن شاء الله يا فندم، إن شاء الله، إن شاء الله. ودلوقتي عايزة أقابل رؤساء الأقسام علشان أتعرف عليهم. حاضر. أثرت السلطة كذلك على طريقة طرح قضايا المرأة بعد ثورة الضباط الأحرار، بدأت تتغير النظرة التقليدية. قدمت أفلام حول قضية المساواة بين الجنسين، نذكر منها فيلم الأستاذة فاطمة الذي أنتج عام 1952، كان على عكس فيلم شادية السابق حيث أنه قدم عمل المرأة على أنه حق من حقوقها. في السنوات الأخيرة كانت قضايا المرأة المصرية أكثر إلحاحاً، تأخر الزواج، التحرش وكشف العذرية موضوع ساخن للطرح.
فكان أن أنتج فيلم بنتين من مصر عام 2010، والذي أثار جدلاً كبيراً رغم قربه من الواقع المعاش. لعبت كل من الفنانتين زينة وصبا مبارك دور البطولة فيه. بشكل عام، فإن الأفلام المتعلقة بقضايا المرأة قليلة مقارنة بالإنتاج السينمائي المصري. في مجال الأدب برزت أسماء عديدة منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وضعن بصمتهن في مجال الأدب والشعر، أبرزهن الشاعرة عائشة التيمورية التي نظمت الشعر بعدة لغات. تحدثت الكاتبات عن قضايا المرأة في مؤلفاتهن، منهم الروائية والقاصة أليف رفعت التي انتقدت التسلط الذكوري، وكذلك لطيفة الزيات، نوال السعداوي وهي الكاتبة والناشطة الحقوقية المخضرمة، ما تزال تدافع عن قضايا المرأة رغم كل النقد الذي طالها والذي وصل حد المطالبة بسحب الجنسية المصرية منها.